السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الفيديو ديالي اليوم جديد ان شاء الله. بغيت نقدم لكم واحد الغراتان ديال لي بات وبالكروفيت غري. المهم المقادير اللي عندنا عندي واحد تقريبا واحد الربع ديال الكروفيت غري رمادي لون ديالو. عندي هنا عندي لي بات الفيس. يمكن لكم تستعملوا اي بات اللي متوفره عندكم في المنزل، تكونوا ديروا سباغيتي اي نوع عندكم. عندي هنا زيت العود، عندي هنا بازيليك، ما عرفتش كيقولوا واش الريحان ولا الحبق بالعربيه ما عرفتش. عندي هنا الزعتر، وعندي مليحه، عندي قش دطريه، عندي اليازير، عندي زبده، عندي شويه الابصار، عندي بصله مشلطه، وعندي لي شامبينيون. المهم الشامبينيون اللي ما كيعجبوش يقدر يستغنى عليه. عندي هذا الفرماج مربعات هو اللي متوفر عندي. يمكن لكم ديروا فرماج حمار ولا فرماج حمار تخلطوه مع موتزاريلا. دابا ناخذ الكروفيت نقيه كما كتشوفوا. هذا الكروفيت راه ماشي بحال الكروفيت الاخر العادي، النقيه ديال هذا داير شويه شكل. نحيدوا ليه القشره، نحيدوا ليه الراس. كاين هنا واحد العرق اللي كيبان لكم، كتشوفوا كنديرو ليه بحال هذا الشكل هذا بالمص. شوف كيفاش كيتعيدها، كنحيدوه كامل. المهم غنبقى على هذا الشكل هذا حتى نقي كامل الكروفيت ديالي، ونتلاقاو من بعد نكملوا الوصفه ديالنا. المهم بعد ما نقينا البنات الكروفيت ديالنا كامل، هو هذا نشعلوا البوطه. دابا درنا شويه الزبده، نزيدو ليها شويه زيت الزيتون، نخوي البصله ديالنا اللي شلضنا، المهم غادي نشحروا البصيله هكا حتى كتهبط. بعد ما نضط البصله ديالنا كتشوفوا، نزيد دابا الشامبينيون، نشحروا حتى هو شويه مع البصله. كنزيدو الكروفيت، كنزيدو البزار، كنزيدو شويه اليازير، كنزيدو الزعتر، كنزيدو البازيليك، وكنزيدو المليحة، كنشحرو هاد المقادير مزيان مع بعضياتهم حتى كيتشربو الحامة. نزيدو دابا الكريم ديالنا القشرة، المهم اللي ممتوفرش عندو القشرة يمكن يدير لاصوص بيشاميل.
المهم بعد ما شحرنا هاد المقادير كاملها بصنا القشده نشوفوا البوطه ديالنا. ناخذ مول ما كتشوفوا اي مول عندكم، دهنوه كاب شويه ديال الزبده كما كتشوفوا. ناخذ المقادير كامله نزيدوها على هذا لي بات وغادي نخلطوا هاد العناصر كامله. المقادير العناصر ديالنا ندير واحد الطبقه بحال هكا كما كتشوفوا. كنديروا الفرماج كما قلت لكم، انا هذا الفرماج كان متوفر عندي، يمكن لكم ديروا فرماج حمار، يمكن لكم اي فرماج متواجد عندكم. كما كتشوفوا بعد ما درنا الطبقه ديال لي باتو ديال السميتو ديال الفرماج جاتني سخونه البنات، تحرق لي في يدي. المهم بعد ما درنا الطبقه الثانيه ودرنا الفرماج ندخلوه دابا الفران غير يذوب شويه لينا الفرماج صافي ونخرجوه. الغراتان ديالنا جا على هذا الشكل هذا بعد ما دبلنا الفرماج وخرجناه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، ما تنسوناش من الدعم ديالكم واللايك والتعليق، وشكرا لكم بزاف الى فيديو قادم ان شاء الله.